السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زينب، how are you? We revise today. Start سورة الحديد. To ayah number 3. Focus with me. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. إذا أنا بسألك السلام عليكم.